حسابات إسرائيلية وأمريكية عسكرية وسياسية قد تعرقل وتصعب مهمة السيد مصطفى الكاظمي بذهابه وزيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض بعد 8 أيام من اليوم. إذا أجينا للقضية الأمريكية على سبيل المثال، وأمر صار اليوم واتهمت به الولايات المتحدة الأمريكية، هي شاحنة محملة بالسلاح والعتاد والذخيرة تابعة للفصائل المسلحة دخلت من الأراضي العراقية مباشرة إلى ألبو كمال على عمق 5.5 كيلومتر تقريبا، ومباشرة انفجرت هذه الشاحنة وقتل السائق اللي موجود بها. وطبعا الاتهامات من الفصائل المسلحة واتفقوا وياهم تقريبا المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطرف اللي سواها هي الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة مسيرة أمريكية هي اللي سوت طبعا هذا الاستهداف. وهنالك مشكلتين بهذه القضية. المشكلة الأولى أنه الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة البنتاغون لم يعترف ولم ينفي هذا الأمر. هم عادة لما يسوون العمليات يعترفون كأمريكان، بالإضافة إلى ذلك هم لما يسوون مثل هذه العمليات ما يسووها ضد مثل هذه الشاحنات أبدا، وإنما هم يقومون بضربات استراتيجية، وكانت واضحة الضربتين اللي سواها جو بايدن. فعلى هذا الأساس مثل هذه العمليات ملامح إسرائيل كلها موجودة بها، ولكن أيضا المشكلة أنه تم استخدام طائرة مسيرة. هذا هو الاشتباه، وإسرائيل عادة لا تستخدم الطائرات المسيرة في مثل هذه الهجمات على الحدود العراقية السورية. لذلك هذا يرشح قد نكون أمام حادث بشكل أو بآخر، والفصائل المسلحة روجت لهذا الموضوع. ننتظر البيانات اللي ممكن أن تثبت أو تنفي هذا الأمر من طرف خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالنسبة للفصائل المسلحة الآن وتحديدا الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن الحرس الثوري الإيراني انتشروا بالميادين وانتشروا كذلك في دير الزور، وأخذوا 34 منزل من منازل المعارضين للنظام السوري نظام بشار الأسد. أخذوها طبعا من أجل التحشيد بشكل أكبر مع هذه الشاحنات اللي دا تدخل بشكل مستمر في غرب الفرات. طبعا هذا هو غرب نهر الفرات وهذا هو شرق نهر الفرات. غرب نهر الفرات هو المسيطر عليه طبعا الفصائل المسلحة والحرس الثوري الإيراني. فبالتالي بعد هذه الهجمة اللي روجت إلى الفصائل المسلحة بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قامت بها، هذا هو اللي يرشح ممكن أن نشوف ردة فعل على المستوى السوري ضد القاعدتين الأمريكية أو التابعة للتحالف الدولي الموجودة طبعا في شرق الفرات أو حتى في الداخل العراقي، وهذه قد تخلي الأمريكان يردون. بالتالي تتأزم الأمور بالنسبة للسيد مصطفى الكاظمي، ولم يتبقى إلا تقريبا مثل ما قلنا أسبوع على زيارته. بالإضافة إلى ذلك حسابات إسرائيلية قد تكون هي الأخطر والأكبر، اللي هي طبعا من نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا الرجل أيضا عند زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذه الزيارة طبعا هو عنده خطة مهمة جدا بها. طبعا قد تكون هي قبل زيارة السيد مصطفى الكاظمي أو بعد، هذا لا يهم، اللي هم هي الخطة اللي موجودة في جعبته واللي يريد يحققها. الآن نفتالي بنت اللي يريد يحققها في هذه الزيارة طبعا إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو يريد يستغل الفراغ الموجود الآن في قضية المفاوضات النووية، لأنه الإيرانيين حولوا ملف المفاوضات النووية إلى إبراهيم رئيسي اللي راح يستلم في شهر 8 زمام أموره. فبالتالي هذا الفراغ نفتالي بنت الآن بحسب المونيتر بدأ يجمع معلومات متعلقة في حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان اللي يتهمون بحقيقة الإسرائيليين إبراهيم رئيسي بأنه هو سواها في عام 1988 بحق العديد والعديد من السجناء. وكذلك هذا يزيد الزخم طبعا للحزب الجمهوري الأمريكي اللي أيضا أرسل حقيقة بيل واتهام مباشر جدا أرسلها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. 17 سيناتور أمريكي بقيادة الجمهورية المعروف تيد كروز يريدون يفرضون عقوبات على إبراهيم رئيسي وحتى المرشد الأعلى، وهذا هو هدف نفتالي بنت اللي هو فرض عقوبات على إبراهيم رئيسي. فهذا الزخم في هذه الفترة الضيقة قد تجبر جو بايدن إذا ما تم التصويت على هذا الأمر، مع ذكر وأنه لازم إحنا نتذكر أنه الديمقراطيين لهم الأغلبية في العديد من الأمور، قد يجبر هذا الموضوع إذا ما صوتوا عليه جو بايدن بأن يفرض عقوبات على إبراهيم رئيسي، مما يعقد الاتفاقية النووية وقد تعني النهاية للاتفاقية النووية. وطبعا هذا معناته إبقاء العقوبات اللي إسرائيل تهدف أن تحققها، وبالتالي تأزم الأمور في الداخل العراقي. أما السيناريو الآخر هو أن جو بايدن لا يفرض هذه العقوبات ويعود إلى الاتفاقية النووية، وهنا تأتي الخطة الثانية بلان بي بالنسبة لنفتالي بنت اللي حقيقة
أعلن وأعطى موافقة تامة للقيام بضربات عسكرية مباشرة على الداخل الإيراني قبل 72 ساعة كشفت عنها إحدى الصحف الإسرائيلية اللي هي يدعوت أحرنوت. شوفوا شنو اللي قالت هذه الصحيفة. بنت قدم موافقته إلى وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي للمضي قدما في إعداد خطة لضرب المنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية المرتبطة بها. وهذه أيضا مشكلة لأن ردات فعلها في الداخل العراقي كبيرة للغاية. الآن الأمر الأساسي أن ديفيد إغنيشيوس واللي هو أهم الباحثين الأمريكيين شاف بصريح العبارة مع هذه العوامل التي ذكرناها بأن الأمور صعبة وأن السيد مصطفى الكاظمي سيحاول من تحقيق صفقة صعبة للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تفسيره بأن السيد مصطفى الكاظمي الآن هدفه الأساسي بزيارة الأمريكا أنه سيطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسحب قواتها الأمريكية القتالية مع استمرار الدعم إلى الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى. ولكن هنالك أيضا مشكلة في هذا الموضوع، والمشكلة هي أنه الأمريكان لما انسحبوا من أفغانستان ورغم وعودهم بدعم الحكومة الأفغانية إلا أن هذا الأمر لم يظهر أبدا، حيث أن طالبان حاليا بعد الانسحاب الأمريكي مسيطرين على أكثر من 85% من الأراضي اللي موجودة في أفغانستان. وأيضا مع ذكر بأن الـ AUMFs اللي هي الـ Authorization for Use of Military Force، هذه طبعا الـ AUMFs على المستوى العراقي وعلى المستوى في أفغانستان هم بايدن وحكومته ما يريدون يستخدموها، دي يستخدمون فقط المادة الثانية من الدستور الأمريكي للدفاع عن النفس، فبالتالي ماكو أي بوادر لعملية مساندة حكومة أفغانستان حتى هذه اللحظة. لذلك بذكر هذا المثال يبدو بأن هذه المعادلة صعبة للغاية، بالإضافة إلى ذلك أن الأمريكان حتى هذه اللحظة يعتقدون أن إرادة انسحاب القوات الأمريكية هي إرادة إيرانية بحتة وتأتي بضغط إيراني بحت، يعتقدون أن الفصائل المسلحة الإيرانية وإيران هم يريدون هذا الأمر وليس الحكومة العراقية، لأن العراق لا زال محتاجا إلى القوات الأمريكية والتحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. ودليل على هذا الأمر هو زيارة بريت ماغورغ ولقاء طبعا برئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لما صار الكلام وصدر بيان بأنه صارت نقاش على قضية انسحاب القوات الأمريكية من الداخل العراقي. المشكلة أن مصدرين مهمة جدا مثل نيوزويك الأمريكية أكدت بأنه إدارة بايدن رفضت هذا الموضوع، واضح بايدن administration denies، هي طبعا أكدت بأن هذا الأمر وهذا التقرير غير صحيح ولم تتم مناقشة انسحاب القوات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ديفنس وان الأمريكية ردت على تغريدة لأهم الصحفيات اللي موجودة، واحدة من أهم الصحفيات الموجودات في البي بي سي وورلد، هي قالت أيضا وأكدت ما صدرت حقيقة من الجانب العراقي حول انسحاب القوات الأمريكية. ديفنس وان أكدت بتصريح آخر يضاف إلى نيوزويك أنه ماكو من هذا الكلام وهذا التقرير خاطئ، اللي خلى الصحفية أن تلغي التغريدة مالتها، وبالتالي يقولون إحنا باقين. وطبعا هذا اللي خلى الواشنطن بوست وتحديدا ديفيد إغنيشيوس أن يشوف أن الموضوع لا زال في العراق صعبا للغاية. شوف شنو اللي قالت الواشنطن بوست: من المرجح أن يظل العراق نقطة مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران حتى قيام واشنطن بالعمل مع الحكومة العراقية أما بخلق بعض الردع أو الانسحاب. لذلك الأمور وهذه المعادلات صعبة جدا في ظل هذه الحسابات الإسرائيلية والأمريكية بهذا الشكل، وبالتأكيد ردات فعلها صعبة. ويظل السؤال كيف للعراق وكيف ممكن للعراق أن يتخلص من كل هذه الأمور.